محمد الشكاري يقول: الشيخ، إذا قرأت بعد الفاتحة آية واحدة وهي مثل ألف لام ميم ثم ركعت، وفي الثانية الركعة الثانية قرأت بعد سورة الفاتحة آية أخرى، هل هذا الفعل صحيح علما بأنني إمام بجماعة؟ يا أخي، إمام الجماعة يقرأ ويسمع الجماعة ما تيسر من القرآن، ولا يختصر القراءة، ولا يقرأ آية لا تستقل بمعنى، ألف لام ميم لا تستقل بمعنى إلا مع ذكر الذي بعدها، مع تلاوة ما بعدها. فالآية التي لا تستقل بالمعنى لا تجي، لا بد أن تكون الآية تستقل بمعنى. وكما ذكرنا، إمام الجماعة لا يبخل عليهم ليسمعهم شيئا من القرآن لترق به قلوبهم وليستفيدوا ويتعظوا، خصوصا الفجر. الفجر السنة أن تطول فيها القراءة، لأن الله سماها قرآنا بقوله تعالى: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تحضره الملائكة، فتطال القراءة. وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالسبعين إلى المئة في صلاة الفجر، فتطول القراءة في صلاة الفجر. نعم.